اثنين حلبية عم يحكوا مع بعضهم عن هي انه فيها شيء من الطب يعني. كل يوم بيحكوا مع بعضهم على بكره. قالت لها شلونك اختي؟ قالت لها انا كثير منيحه وانتي؟ قالت لها انا عظيمه، شو اخبارك؟ قالت لها والله غد روقت الاولاد وديتهم على المدرسه وجوزي لبسته ثياب وراح على الشغل وطبخت وعامله ورق عريش وكوسه محشي، وانتي شو طابخه؟ قالت لها والله انا تعبانه اليوم عامله كورتاج. سكروا. قال شو عم بتنمر علي انه عامله كورتاج ما بدها تعطيني الروسيت؟ بكره بفرجيها. تلفنت لها ثاني يوم شلوني؟ قالت لها والله كثير منيحه، هلا عزلت البيت وراحوا الاولاد على المدرسه وجوزي راح على الشغل وطبخت مجدره، وانت شو راح تطبخي اليوم؟ قالت لها والله إيه انا تعبان يعني فاضل عندي كورتاج من امبارح. فتح جراج وقت فراغه قرر رح يعمل كاراتيه، يتعلم شويه كاراتيه. سو بلش راح اول سيانس، بتعرف الاستاذ عم بيعلمه هيك، عمل له هيك ضربه راح غبع قلبه راح لا من ايده ولا من اجره. قال لهم بليز شباب بس يوعى قولوا له هيدي ضربه كده باشي. ثاني يوم اجا كمان عم بيعمل له ضربه هيك انبطح بالارض لا من ايده ولا من اجره. قال له بليز بس يوعى قولوا له هي ضربه كوكسو داشي. عم هيدا كبرت براسه. استاذ الكاراتيه سيارته تعطلت، قال صلحها عنده، ليش تصلحها عند حدا غريب يعني؟ بيروح هو شايفه فايت لعنده على الجراج، بيمسك تربيعه بايده بيقف ورا الباب، هو فايت بيطرقه، بيروح استاذ الكاراتيه لا من ايده ولا من اجره. قال له بليز بس يوعى قولوا له هاي تربيعه ميتسوبيتشي. حكيم اشترى سياره مرسيدس ايام الصبح هول الصبح، ونزل على هو اصله جاي من سويسرا يعني. ونزل على شارع الحمراء مبسوط معه الصبح، بيطلع هيك بيلاقي سياره ميني كوبر حمراء حده هيك، بصير شايف حاله عليها بدق له طبعا ميني كوبر على الازاز، بقول له بليز سي ان ان مش جاي عندك، معقول لاقيه عندك بالتلفزيون كفي البروجرام؟ يا شلون عنده هو سي ان ان وتلفاز وانا ما عندي؟ هيك بيحكوا بسويسرا مزبوط. عمل دميتور وراح على سويسرا. قال له ركبوا لي تلفاز، ركبوا له تلفاز. اجى على الحمراء شاف الميني كوبر، قال له هو على الازاز. قال له شنو سي ان ان ماشي بدك تشوفه؟ قال له لا انا التلفزيون زبطته، بس بدي اسالك برادك عم يعمل ثلج شيء لانه برادي معطل. يا كمان عنده براد؟ لوين راح؟ على سويسرا. على سويسرا. براد وغسالة ونشافة حط. واجى على شارع الحمراء بفتش على ميني كوبر ما يلاقيه، فتش على ميني كوبر ما يلاقيه. بعد شي نص ساعة لقيه واقف على جنب، دق له على الازاز ما يرد، يدق له على الازاز ما يرد. بعد نص ساعة فتح ازازه تبع ميني كوبر، قال له نعم امور. قال له لا كان بدك ثلجي؟ صار عندي ثلجي إذا بتحب ثلجي. قال له لا هلا شلتني من الجاكوزي تتقل لي عندك ثلجي. قالت لوحده للثانيه، قالت لها بتعرفتي حكيم اكس كثير 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 شاطر بس عم يعمل علاقات هو وزباينه. قالت لها ياي دوماج مع انه كان حكيم بيطر كثير شاطر. وحده حلبيه رح تطلب لابنها، قعدت وياها وقالت لها ليكي حبيبتي انا جاي اطلب ايد هالبنت لابني، مو لانه ابني بس يقبر قلبي كامل مكمل من جمال من اخلاق من علم من ثقافه، يقبر قلبي كامل مكمل. قالت له معقول في حدا كامل هالكمال؟ قالت له ما اكون كذابه معك يعني انه بيولع السيجاره قبل ما ينام؟ قالت له مو حرام كامل هالكمال يولع سيجاره؟ قالت له يقبر قلبي بيكون حاطط كاس ويسكي ما بده يولع سيجاره مع الكاس. قالت له ياه بيشرب كحول؟ قالت له حياه قلبي بيكون قاعد على طاوله القمار ما بده يحط كاس ويسكي. قالت له وبيلعب قمار كمان؟ قالت له هو طلع من هالحبس ما طلع معه الا هالسوسه؟ قالت له كان محبوس؟ قالت له ايه. طب قاتل مراته الاولانيه معقول ما يحبسوه؟ على الزوج قال له لزوجته يا مجنونه كيف مشطت شعر الكلب بمشط راسي؟ قالت له لك بس غسلت المشط قبل ما مشطه فيه. في واحد أحوال راح يستقبل بيو على المطار، قام حمل بيو وبوس الشنطة.
شو الفرق بين البيرة والبول؟ بعرفه. ما أنا بلاقي ما في فرق. ما في فرق؟ فاجأتك مو؟ كلمة بول؟ إيه. ورق بول. شو الفرق؟ إيه؟ شو الفرق بين البيرة والبول؟ شو؟ شو؟ ربع ساعة. بمصر شو بيكتبوا عربية الفول بيعين الفول؟ طعمية. لو خلص الفول أنا مش مسؤول. وشو بيحطوا على سيارة تابوت الموتى هنو اخدينه تيدفنوه؟ دي آخر لفة ليك يا جميل. فات أخرس على محل إزاز بيع إزاز، قال له فات، قال له أنا آيو. هذا صاحب محل إزاز مسك جاط، قال له هذا، قال له إيه؟ مسك طنجرة، قال له هاي، قال له علبة، قال له فات. هذا صاحب بيع إزاز إنه أنا عندي أخرس بيشتغل بالديبو، تعيط له بيفهموا على بعضهم، عيط له، قال له طلع شوف شو بده هيدا. طلع صاحب المحل تاه مع غير زبونات عم بيبيعون، شوي شاف الأخرس حامل شي ملفوف بأمبلاش كادو وطاهر، عيط له للأخرس بيشتغل عنده، قال له تعال هون لشوف شو طلع بده هيدا. قال له آه. أبو العبد ربح ورقة لوت، ما بتعرفوا صار معه مصاري كتير، جدد بيته واشترى سيارة وكل شيء، بعدين قال ليش بدي خلي عبد بالثانوية تحطه بمدرسة محترمة، أحطه بالليسي مثلا، أو قالوا له بس مسيو أبو العبد لازم نعمله فحص لعبد، لأن إذا ما عملنا له فحص ما فينا هيك ناخده. قال له فليكن، عطيه للأساتذة مصاري برطلون إنه شدوا مع أبو مع العبد، مع عبد خليه يقبلوا كل شيء، بقوم بيقولوا له عبد أعطينا جملة فيها جو بران، أنا جو بران خليل جو بران. قال بيسقط ما بناخده، قالوا له جرب، عملوا له بعد فحص تاني، قالوا له عبد أعطينا جملة فيها إطوال، قالوا له صار قدام والإطوال لورا. قال واحد راح عند الحكيم ووصف له فياجرا، ناس عم تحكي شام قبل ما احكي، يلا قول. لا حبل فياجرا، حبل فياجرا، وصف له حبه فياجرا، اجى بعد جماعه قال له حكيم هيدي حبه الفياجرا ما مشيت معي، قال له لا العله من مرتك، لكن جيب لي مرتك خليني اشوفها قبل. قال له ماتيلد شي ما عند الحكيم، راحت ماتيلد عند الحكيم، شايفها الحكيم قال له لا حبيبي هذا بدك اقواب كثير من الفياجرا، بس المصيبه انه حقها 500 دولار الحبه. قالوا لا حكي مفضل اعطيها اياهم مصاري بتنبسط فيهم اكثر. دنا راح عند الحلاق بده يقص شعره، قعد وطب راسه هيك، قال له الحلاق بدك تحلق ولا تقص؟ قال له لا بدي احلق، قال له لكن بدك تعلي راسك، قال له بتعرف شو لكن قص.